أهلا ومرحبا بكم على لقاء جديد من علوم الدار، ونبدأها بالعناوين الرئيسية لهذا المساء. رئيس الدولة يلتقي عددا من القادة ورؤساء الوفود ضيوف القمة العالمية للحكومات. محمد بن راشد يستقبل الرئيس المصري ويستعرض معه تطور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. أهلا بكم. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عددا من القادة والمسؤولين ورؤساء الوفود المشاركين في القمة العالمية للحكومات التي انطلقت أعمالها اليوم في دبي. فقد التقى سموه كلا على حدة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، ومعالي معين عبد الملك رئيس وزراء الجمهورية اليمنية الشقيقة، ودولة مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وفخامة وافل رامكا لاوان رئيس جمهورية سيشل، وفخامة ماريو عبدو بينيتيز رئيس جمهورية الباراغواي، ومعالي كريستالينا جورجيفا مديرة عامة صندوق النقد الدولي. وبحث سموه مع قادة الدول ورؤساء وفودها علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وبلدانهم، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تقوم عليها جهود التنمية والاستدامة بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير على جميع شعوبهم. كما تطرق اللقاء إلى القمة العالمية للحكومات التي تعقد تحت شعار استشراف حكومات المستقبل وأهمية ما تطرحه أعمالها من موضوعات ورؤى استراتيجية وأفكار مبتكرة تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات والإسهام في بناء مستقبل أفضل للدول والمجتمعات من خلال تمكين صناع القرار والعمل على تعزيز جاهزيتهم للمستقبل. حضر اللقاءات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة. وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، انطلقت في دبي أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2023 بمشاركة نخبة من قادة الدول ورؤساء الحكومات وصناع القرار وأصحاب الفكر لاستشراف المستقبل ووضع الحلول الخلاقة والسباقة لأكثر قضايا البشرية إلحاحا في جميع المجالات. وبدأت أعمال القمة العالمية للحكومات 2023 بوقوف المشاركين دقيقة صمت على أرواح ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، وتشهد القمة العالمية للحكومات 2023 في دورتها الحالية حزمة من الإضافات النوعية في مواكبة دائمة للتغيرات العالمية المتسارعة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والذي يزور البلاد حاليا على رأس وفد رسمي رفيع المستوى للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مستهل اللقاء الذي جرى في مقر انعقاد القمة العالمية للحكومات في مدينة جميرة بدبي بفخامة رئيس السيسي وبمشاركة مصر ضيف شرف القمة في نسختها الحالية التي انطلقت أعمالها اليوم بمشاركة لفيف من قادة الدول ورؤساء الحكومات من مختلف أنحاء العالم.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وأكد سموه خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات بشقيقتها الكويت ومدى الترابط بين الشعبين الشقيقين وخصوصية تلك العلاقة الممتدة بين البلدين والتي تشكل ركيزة أساسية للعمل الخليجي المشترك. بحضور صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وقعت حكومتا دولة الإمارات ودولة جورجيا اتفاقية تعاون ثنائي في مجالات التطوير وتحديث الإدارة الحكومية، وذلك ضمن شراكات برنامج التبادل المعرفي الحكومي وعبر منصة القمة العالمية للحكومات التي انطلقت اليوم في دبي. ويهدف التعاون إلى تعزيز القدرات الحكومية في جورجيا وتزويدها بأحدث الأدوات المستقبلية وبناء قدرات الكوادر البشرية وتمكينها في مختلف مجالات العمل الحكومية. التقى صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي معالي جوزي أوكونجو إيوالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات. وعرب سموه في مستهل اللقاء عن اعتزاز دولة الإمارات بعلاقات التعاون مع منظمة التجارة العالمية في ضوء الدور الرائد الذي تطلع به المنظمة في تيسير حركة التجارة وتدفقاتها حول العالم، مؤكدا التزام دولة الإمارات وانطلاقا من موقعها كمحور حيوي للتجارة العالمية. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في محضر تشيا بمنطقة الظفرة، وفدا ممثلا عن قطاع الشباب من المؤسسة الاتحادية للشباب ومجلس أبو ظبي للشباب ومجلس الظفرة للشباب، بهدف مناقشة دور وخطط المجالس الشبابية في مجال تمكين وبناء قدرات الشباب واستثمار طاقاتهم ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب ووفق توجيهات القيادة الرشيدة للدولة. وقدم أعضاء مجلس الظفرة للشباب نبذتان عن المجلس وأعضائه وأهم إنجازاته ومشاريعه والمبادرات التي نظمها خلال عام 2022، كما قدم الوفد لسموه ملخصا حول الصورة العامة لخطة عمل المجلس للعام الجاري 2023 والتي تهدف إلى تفعيل دور الشباب والاستماع إلى آرائهم وتسخير مواهبهم في سبيل خدمة الوطن وتمكينهم عبر إطلاق المبادرات الشبابية المختلفة التي تتماشى مع التوجهات الحكومية في عام الاستدامة. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في محضر تشيا بمدينة ليوى عددا من أعيان وأبناء منطقة الظفرة، وتبادل معهم الحديث حول عدد من المسائل والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين. وأبدى سمو حرصه الدائم على التواصل معهم وتفقد أحوالهم وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم أينما وجدوا على مساحة الوطن. وأكد سموه أن خطط وبرامج الارتقاء والاستمرار في تطوير المشروعات في منطقة الظفرة تحظى بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، واستكمالا لنهضة وضع لبناتها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه وسار على خطاها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله. أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن التميز الحكومي محرك رئيسي في تسريع عجلة التنمية للحكومات الواعدة في ظل ارتفاع سقف توقعات ومتطلبات مجتمعاتها لتحسين جودة الحياة. وقال سموه خلال كلمة مسجلة افتتح بها منتدى تبادل الخبرات الحكومية ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2023، يعتبر التميز في القطاع الحكومي أحد أهم الأسس التي ترتكز عليها الحكومات للارتقاء بمستوى وأدائها من أجل الوصول لمستويات الريادة العالمية. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا.
الجزيرة المتمردة غداً 9:30 مساءً على قناة الإمارات. لغة هي السحر المبين أناقة، وهي الموسيقى والغناء الأعذب. خط تسر العين رؤية حرفه، وفصاحة منها المسامع تطرب. إن الذي ملأ اللغات محاسناً جعل الجمال وسره في الضاد. لغتنا الجمعة 7:30 مساء بتوقيت أبوظبي، 6:30 بتوقيت السعودية على قناة أبوظبي. علوم الدار في كل دار متواصلة، وكان أبرز عناوينها لهذا المساء. رئيس الدولة يلتقي عددا من القادة ورؤساء الوفود ضيوف القمة العالمية للحكومات. ولتفاصيل أكثر يمكنكم مشاهدينا متابعة علوم الدار في كل دار عبر منصات علوم الدار للتواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة. جسور الخير حملة تعبر حاجز المسافة والزمان من أجل إيقاد روح الأمل في قلوب الملايين. تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم الثامن على التوالي في إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلازل في كل من سوريا وتركيا، والتي تأتي ضمن عملية الفارس الشهم 2، حيث بلغ عدد الرحلات 47 طائرة شحن تحمل على متنها 904 أطنان من المواد الغذائية والطبية وخيم لإيواء المتضررين حتى الآن. من جهة أخرى، تستكمل فرق البحث والإنقاذ الإماراتية سعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال أجهزة ومعدات نوعية ومتطورة في مجال البحث والإنقاذ. وفي سياق متصل، تم افتتاح المستشفى الميداني المستوى الثالث المتنقل في منطقة إصلاحية في مدينة غازي عنتاب بالجمهورية التركية الصديقة، وبدأ باستقبال المرضى والمصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. التضامن الإماراتي مع ضحايا الزلزال ترك أثرا في نفوس وترحاب كل سوري نلتقيه. بعدها قررنا الذهاب إلى مشفى الشهيد إبراهيم نعام الوطني الذي تحكي جدرانه قصة أبطالها كادر طبي سردوا ملحمة في العطاء. قررنا أن نزور برفقة الفريق الإماراتي الإغاثي مراكز الإيواء لنطمئن عليهم. المساعدات كويسة والحمد لله رب العالمين، عم ناكل ونشرب وأمور طبيعية، والله يرزق اللي عم يساهم بهالأمر، والمعونة اللي اجتنا امبارحة كويسة كتير كتير، والله يرزق اللي عم يساهم كل شيء. وإحنا فرحنا بوجودكم بيناتنا وبجيتكم، رفعتم روسنا، ما تصور الفرحة اللي شفناكم فيها، كأنه كان حدا غايب عنا وإجا حضر من عيالنا، والله فرحتنا كبيرة فيكم. التضامن الإماراتي مع ضحايا الزلزال ترك أثراً في نفوس وترحاب كل سوري نلتقيه. بعدها قررنا الذهاب إلى مشفى الشهيد إبراهيم نعام الوطني الذي تحكي جدرانه قصة أبطالها كادر طبي سردوا ملحمة في العطاء. نحن مهيئين نستوعب لحد معينة من الإصابات، بس كانت الكارثة كتير كبيرة. نحن كنا حوالي الإني بالأربعة وربع، أربعة وثلاث صارت الهزة الأرضية، نزل طاقم الطبي كله الموجود بالإسعاف واللي موجود مناوب بالشعب، شعب المشفى كله صار بالإسعاف. ظروف المشفى ما بتسمح لك، الضرر اللي خلفه الزلزال والأذية اللي سبب بالمعدات وبالبنية التحتية بالمشفى تمنعك من هذا الشيء صدقا، وقتها بتحس بعجز.
والله كنت نايم الساعة 4 ما سمعت غير تخبيط، أنا ما لي خبر غير حطامي جاي علينا، فقط واللي عم بتهز البناية. جيت تطلع من عن جيتاج ولا نزل جيتاج كله. تحديات قائمة تحول دون مواصلة العمل هنا، على أمل أن يجد الحل طريقه إليهم. سألت أحد الأطباء ما هو أصعب ما مر عليك، فأجاب ألا تكون لديك القدرة على مساعدة من رحلوا بعد تدمير كل الأجهزة بسبب الزلزال. في سوريا ثمة خبران يحملان مشاعر متناقضة متضاربة، إما الحزن أو الأمل، إما رحل إلى جوار ربه أو أنقذنا حياة أحدهم. لقناة أبو ظبي، هذا أحمد اليماحي، محافظة اللاذقية، مدينة جبلة، سوريا. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل في أخبار الاقتصاد. أصول المصارف الإسلامية في الدولة تسجل أعلى مستوى في تاريخها. Lot of distress, lot of embarrassment. Her daily activities was severely affected. It's not easy dealing with this as a 19-year-old. كان عندها شوي صعوبة بالحركة، كان عندها صعوبة بالإيد، كانوا إجريها شوي كانوا عم بلفوا لجوا. Carmen is suffering from an extremely rare condition. Everything that she had to do in her daily life was difficult because of this dystonia. It was a terrible shock. أعمر جديد الخميس 9:30 مساء على قناة الإمارات. الله يرحم من عمر وبنى وثبت، هذه الراية دائما مرفوعة. العنصر البشري بالنسبة له هو العنصر الأساسي في حياة شخص. لو كان أبوك مزايد اليوم موجود بيكون جدا فخور. أهلا بكم من جديد وإلى جولة من الأخبار الاقتصادية في سياق هذا التقرير. أظهرت أحدث إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع أصول المصارف الإسلامية العاملة في الدولة إلى 618 مليار و100 مليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مسجلة أعلى مستوى في تاريخها، حيث زادت خلال 11 شهرا الأولى من العام الماضي بنحو 27 مليار و800 مليون درهم، أو ما نسبته 4.7% مقارنة بنحو 590 مليار و300 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2021. وزادت أصول المصارف الإسلامية في الدولة على أساس سنوي بنسبة 3.4% مقارنة بنحو 597 مليار و600 مليون درهم في نوفمبر 2021، بينما ارتفعت على أساس شهري بنحو 10 مليارات و300 مليون درهم، أو ما نسبته 1.7%
مقارنة بنحو 607 مليارات و800 مليون درهم في أكتوبر 2022. أكد معالي الدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن تقديرات الصندوق لمعدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية عام 2022 هي 5.14% مقابل معدل 3.19% المسجل في عام 2021 بسبب عوامل عدة أبرزها تحسن مستويات الطلب العالمي وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز واستمرار الدول العربية في تبني حزم التحفيز لدعم الاقتصاد التي تجاوزت قيمتها 400 مليار دولار خلال الفترة من 2020 وحتى 2022، إضافة إلى تنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والاستراتيجيات المستقبلية. وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للدول العربية نحو 4% في عام 2023 متأثرا بتراجع النشاط الاقتصادي عالميا. ارتفعت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة شاملة الهاتف المتحرك والإنترنت والثابت إلى نحو 25,788,000 اشتراك في نهاية العام 2022 بحسب بيانات حديثة صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. وأظهرت البيانات أن أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات زادت على أساس سنوي بنحو 1,371,000 اشتراك أو ما نسبته 10.10% مقارنة بنحو 23,416,000 اشتراك في نهاية العام 2021. كما أوضحت البيانات أن اشتراكات الهاتف المتحرك استحوذت على نحو 77.7% من إجمالي أعداد المشتركين بنهاية العام الماضي، فيما بلغت حصة اشتراكات الهاتف الثابت 7.7%، وحازت اشتراكات الإنترنت ما نسبته 14.6%. مشاهدينا، آخر أخبار ملاعب الرياضة المحلية والعالمية نتعرف عليها من خلال التقرير التالي. أصبحت السويسرية بيليندا بنشيتش المصنفة التاسعة عالميا أول بطلة لبطولة مبادلة أبو ظبي المفتوحة لتنس السيدات، إحدى بطولات رابطة اللاعبات المحترفات ذات 500 نقطة. ونجحت بنشيتش في قلب تأخرها في المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل واحد في المباراة النهائية ضد الروسية لودميلا سامسونوفا إلى فوز مثير بعد أن احتاجت إلى شوط فاصل أنهت به المجموعة الثانية 7-6، ثم مضت في طريقها لللقب بالفوز بالمجموعة الثالثة والفاصلة 6-4. بنشيتش التي حققت انتصارها 12 هذا الموسم تسلمت كأس البطولة من قبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش. يفتتح شباب الأهلي منافسات الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين بمباراة مقدمة أمام الظفرة غدا على أن تستأنف بقية المباريات الجمعة والسبت المقبل. ويخوض شباب الأهلي المباراة قبل دخول أجواء منافسات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا التي يلعب فيها الفرسان أمام الهلال السعودي وصيف أندية العالم في الدوحة. ويسعى الفريق لنتيجة إيجابية ترفع معنويات اللاعبين من جهة وتجعل شباب الأهلي يستعيد صدارة البطولة ولو بشكل مؤقت بعد أن فقدها الجولة الماضية بتعادله أمام الوحدة. الظفر الذي فاز على شباب الأهلي ذهابا يعاني أوضاعا سيئة، فالفريق يقف عند مركز الهبوط 13 وفي رصيده 7 نقاط فقط، ويبتعد عن المركز 12 الذي يؤمن البقاء بفارق 7 نقاط. لا يزال نابولي يغرد خارج السرب في الملاعب الإيطالية بعد أن عزز فريق الجنوب صدارته للكالتشو بانتصار على كريمونيزي متذيل الترتيب بثلاثية نظيفة. وبفوزه 6 توالياً رفع نابولي رصيده ل 59 نقطة وبات يتقدم بفارق 16 نقطة على إنتر ميلان الذي يحل ضيفاً على سامدوريا اليوم.
يذكر أن كريمونيزي لم يحقق أي انتصار في المسابقة إلى الآن. وحقق يوفنتوس بدوره فوزا صعبا على فيورنتينا بهدف دون مقابل أحرزه الفرنسي أدريان رابيو. وتدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد في المباراة في مناسبتين وحرمت كل فريق من هدف. يوفنتوس الذي حافظ على نظافة شباكه للمباراة 14 هذا الموسم قفز 3 مراكز وبات تاسعا برصيد 22 نقطة. علوم الدار في كل دار لهذا المساء وصلت إلى نهايتها، شكرا لمتابعتكم وفي أمان الله.